كرة في اتجاه كمارا، يلعب كرة بضربة راس وفرصة، خالد حسين يحاول التقدم، خالد حسين مازال محتوي الكرة، فرصة لعب الكرة، مازال يراو يلعب كمارا، حاول لعب الكرة، لازال كرة شكل خطورة وتحت دربك، والحكم يشير الاستمرارية في اللعب. لاعبين النصر يبحثون عن ركلة جزاء ويقولون للحكم العباني هناك لمسة يد على قرار الحكم. نشاهد هنا خالد حسين كيف حاول المراوغة، كرة صدمت بلاعب، عادت لخالد حسين، احتفظ بالكرة، هناك متابعة من سراج الشيخ ومتابعة من معاذ الشتاوي، لاعب الكرة، وصلت الكرة هنا كمارا، حاول لعب الكرة بالقدم، عادت له من جديد، حاول لعب الكرة، كرة ملعوبة، كرة تصدم بسراج الشيخ باليد، قد يكون اللاعب لم يبحث عن الكرة بل الكرة هي اللي بحثت عن هذا اللاعب. نشاهد الكرة في الإعادة في أكثر من مرة، ونشكر زميلنا المخرج المتألق أحمد المالطي. هنا كمارا يحاول لعب الكرة بالقدم لمخالفة حارس المرمى لتعود الكرة من جديد، يلعبها، الكرة تصدم بيد اللاعب سراج الشيخ، لمس الكرة، هنا الإعادة بعدما توقف اللعب للإيضاح لا أكثر ولا أقل.